بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هذه بقوله ثلاثة. جاء السيد يعني زيارة الأهل بالصدفة يا أخي، فزت له فتنية وتخلط ولت تسخن ولت الماء مقلق. جانا هنا بالصدفة وأنا أنا يقرب للهيكل اللي يخدم معي، قال بالله شوفوا لي السيارة هذه فيهاش حاجة، خلنا فيهاش ما يتصلح، خلنا نصلحوا الموتور ولا حاجة. كي اخي كي حلوا هيك نوريهولكم، لقاها مسوس الكل. ولينا غيرنا له، دبرنا عليه قلنا له غير الموتور، غير الموتور ما مرتاح باش ما تقعدش. هو عنده بلوك الومنيوم، غيرنا له احنا بلوك فونت، يعني عملنا لها ترقيه، زدناها في من فوق من الومنيوم الى فونت. وهاتوا باش نخدموا نسمعكم صوته. خدم علي، اللهم صل على النبي. شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله جديد من داخل. هذا مولا الكرم الحاج، مرحبا بك يا حاج. بيك يا عايش. شنو رايك؟ الحمد لله يرحم والديكم وبارك الله فيكم والحمد لله. الحمد لله. مش هيك ارتحت خير؟ لا والله ارتحت، والله فرحان. الحمد لله، ان شاء الله ربي يفرحنا جميعا. هذا هي موتور القديم، شوفوا يعني كيش ولا سوس، ما عادش فيه يعني حاجة كيما هكا، ما عادش فيها دواء لأن البلوك مسوس، الترقيع في الحاجة هذه ما عادش ينفع. هكا علاش غيرنا له محرك وقت اللي حل هيك الكلاس ولقاه البلوك مسوس، قال له زايد باش نصلح، ولهذا بدل الموتور وتاح. رغم ان الكلاس مازال ينجم يرجع، لكن يعني على بلوك كما هذا ما يرجعش. حتى ولو اذا كان انا ننصح ديما، حتى ولو الكلاس لبس عليه وتمشي تلوج بلوك وتعمل ريفيزيون ولا تعمل سيجمونات وتعمل كذا، وراك يعني 50% ينجح 50% ما ينجحش. ولهذا نصيحتي ديما الاخوه اللي تبعوا فيه النصائح اللي يحبوا النصيحه، كل ديما ننصح فيهم نقول له غير موتور وارتاح وهكاك تمشي امورك منظمة، يعني تقعد مشغول لها ومالها وزيت وكذا تكون الأمور لا بأس.